أبو قبيس مصيف وبلدة سورية من ناحية سلحب في محافظة حماة. تبعد أبو قبيس حوالي 45 كيلومتر عن حماة وحوالي 250 كيلومتر عن دمشق. تتربع البلدة في موقع جبلي جميل، حيث الغابات الرائعة والطبيعة الخلابة تشرف على مناظر في غاية السحر والجمال. تتمتع بجو معتدل، وهي مقصد الزوار والسياح والباحثين عن جمال الطبيعة. هناك فوق أحد القمم تتربع قلعة حصن وقلعة أبو قبيس التاريخية التي تعود للعصر الروماني، حيث ترى إطلالات ساحرة تنساب لينابيع العذبة والشلالات وسط الغابات لتزيد من جمال وروعة المكان. هناك نهر أبو قبيس التي تحيط به الجبال من ثلاث جهات، مناظر ساحرة تمتد عبر جبال سوريا وغاباتها، حيث تنتشر عشرات البلدات والمصايف والمنتزهات. ويعد أبو قبيس مصيف وموقع يجذب السياح والمصطافين في أشهر الصيف للتمتع بالطبيعة في منطقة من أجمل المناطق بغاباتها وجبالها وأهلها.